ما بين الواقع والخيال. انتشرت الأقاويل التي تتحدث عن نهاية العالم، وكثر السؤال حول المعركة الأخيرة التي ستكون بين البشر وأعوان الشيطان. آرمجدون. متى وكيف؟ وهل ظهرت أشراطها؟ أم إنها ضرب من الأساطير؟ فتابعونا. على ظلال العقائد السماوية التي نؤمن بها، نعرف أن لهذا الكون نهاية، ونؤمن بأن الله تعالى سينصر المسلمين على أعدائهم اليهود الذين يسيطرون الآن على الاقتصاد العالمي كله، وهم الآن ينتظرون مسيحا لهم غير المسيح الذي ينتظره المسلمون. أما المسلمين يعلمون علم اليقين أن المسيح عيسى ابن مريم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم سيحارب الدجال وأعوانه. تعني كلمة هارمجدون أي الحرب الأخيرة التي ستطوي الحياة على ظهر الأرض، وتعني في التوراة غضب الرب. أما في العقيدة المسيحية فهي تعني يوم الملحمة، أما في الإسلام فلا أصل لها. دعونا الآن نعرف ما هي هارمجدون في العقيدة المسيحية، وورد ذكرها في العهد الجديد في سفر الرؤيا، وهي سهل في أرض فلسطين بين الضفة والخليل، وهي بلد تسمى مجدون، وهم يعتقدون أن المعركة ستكون عليها. وكما جاء أن المسيح عليه السلام سوف يقود عددا من الملائكة ضد أعداء الله، وأن هذا الأمر لن يكترث فقط على البشر بل ويشمل الشياطين. وكما جاء في سفر الرؤيا أن المسيح عليه السلام ومعه عدد من أتباعه بأنهم سيقيمون لأعدائهم مذبحة عظيمة ويشعلون فيهم النيران، ويمطر الله مطرا على الأرض يطهرهم من رفات أعدائهم ويمحو أثر المعركة، ولن يبقى على الأرض إلا المسيح وأتباعه، وأنه سيحكم العالم بالرحمة والسلام. وبعد الانتصار على أعدائه سيقوم المسيح عليه السلام بالقبض على بني الشياطين ومن بينهم إبليس، فيقوم بتقييده حتى لا يكون له سلطانا على إنسان، وسيحكم المسيح عليه السلام 1000 عام حتى يوم الدينونة كما يقولون. ذلك كان الاعتقاد المسيحي. أما الاعتقاد اليهودي فأمر آخر، فإنهم ينتظرون مسيحا غير الذي ينتظره المسلمين والنصارى، إنهم ينتظرون المسيح الدجال كما يعرف لديهم في التوراة بابن الصياد أو بابن داود، فيعيد لهم الملك من جديد على أرض الميعاد وهي فلسطين الآن، وهم يسعون حاليا لتحقيق ذلك، فيخرج لهم ويقيم لهم المملكة الثالثة
كما وعدهم الله في التوراة كما يزعمون. أما نحن المسلمون فلدينا اعتقادا آخر غير الذي يؤمن به اليهود والنصارى، وهي بأن الملحمة ستكون بقيادة المهدي المنتظر، وهو محمد بن عبد الله من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. سيظهر في مكة ويتبين أمره للناس فيذهبون إليه ويبايعونه على الطاعة، ويحكم الأرض 7 سنين فيعم فيها الخير والبركة. وبعد خروجه من مكة يأتي إليه المسلمين من كل حدب وصوب يبايعونه على النصرة. وبعد أن يتوطد ملكه يتحالف المسلمون وبنو الأصفر وهم الروم الآن لقتال اليهود، فيكتب الله النصر لهذا التحالف، فيرفع رجلا نصرانيا الصليب ويقول غلب الصليب، فيقوم رجلا من المسلمين فيقتله. وهنا تبدأ الملحمة التي يتحد فيها النصارى مع اليهود ضد المسلمين، وهي الملحمة التي سيقتل فيها أعداد كثيرة من الناس، وتكون بداية لأشراط الساعة الكبرى. يصف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المعركة فيقول: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج لهم جيشا من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فيقاتل المسلمون الروم فينهزم ثلثا لا يتوب الله عليهم أبدا، ثم يقتل الثلث وهم أفضل الشهداء عند الله، ثم ينصر الله الثلث الباقي فيفتحون القسطنطينية. وبناء على أحاديث أخرى أن المهدي عليه السلام سيشهد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون ذلك في الشام. فبينما يعد المسلمون العدة لقتال الدجال وأتباعه من اليهود وتصطف صفوف المسلمين، ينزل إليهم المسيح عليه السلام، ويكون ذلك وقتا للصلاة. فعندما يراه المهدي عليه السلام يتنحى له، فيأبى المسيح عيسى بن مريم أن يصلي إماما ويصلي مأموما، ويأمر المهدي عليه السلام أن يقوم إماما بالناس. وبعد ذلك يتجه المسيح عليه السلام لقتال الدجال، وحين يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء ويفر هاربا، فيدركه عيسى عليه السلام عند باب اللد فيقتله، ويهزم أتباع الدجال على يد المسلمين. وعندما ينزل المسيح عليه السلام يأذن الله وقتها للملل الأخرى أن تنتهي، ويكون الإسلام هو الدين السائد، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وينهزم اليهود. ويمكث ابن مريم 40 سنة فيحكم العالم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم من عرش النبي داود. هذا وسيشهد المسيح عليه السلام خروج ياجوج ومأجوج، فيتجه مع المسلمين شمال الجبال بينما يعيس ياجوج ومأجوج في الأرض الخراب، فيأكلون الأخضر واليابس ويشربون الأنهار والبحار وينتهكون الحرمات. وعندما يشتد الحصار على عيسى والمؤمنين يتجه إلى الله تعالى ليخلصهم من هذا البلاء، فيسلط الله على ياجوج ومأجوج النغف في رقابهم فيموتون، ثم يرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض أرواح المسلمين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة. في أمان الله.